السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان ديالنا، كنقول لكم نهاركم مبروك إن شاء الله، نهار جديد مع فيديو جديد، كنتمنوا الله الخير لجميع الناس يا رب العالمين. الإخوان ديالنا ساكم معكم هذا الفيديو هذا إن شاء الله يا ربي. حنا كبداية الأشغال كما تبعتوا معنا في هذا الفونداسيون هذا، الحمد لله الأشغال هي ماشية مزيان، كل شيء غادي مزيان، كنتمنوا الله الخير لينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. أي واحد الله يسر له يجيب شي دومين الله يسر له، واللي خدام شي حاجه الله يسهل عليه، حتى هو اللي بادي شي بروجي حتى هو الله يسهل عليه، واللي في النيه ديالو ناوي شي حاجه حتى هو الله ييسر له الامور ديالو. الاخوان ديالنا ساكم معكم ان شاء الله يا ربي ديال المعلومات ديال هاد اللاكاب، كما قلنا لكم في الاول راه ذوب اللاكاب عندنا هنا، اللاكاب هذا الاولي فيه عندنا 60 متر، اللاكاب الثاني فيه 120 كما سبقنا عطيناكم بعض الفيديوهات قبل. ان شاء الله يا ربي دابا اللاكاب ديالنا كما كتشوفوا معنا حنا فوالا عندنا راه مقاسين على الضاله ديال 60 متر الاوليه، من بعد غنضربوا الكوفراج وغنضاليو نعدلوا الضلاج حتى هي مع الضاله هذه او طبلات الارض. دابا نعطيكم جميع المعلومات ان شاء الله يا ربي. دابا كما كتشوفوا معنا حنا بدينا كنبنيو باش تشدوا هذه الجهه هذه، البني ديالنا خدام نشدوا هذه الجهه هذه تجلسوها مع الضاله، لي بوطو ديالنا هما معمرين في هذه الجهه هذه كما كتشوفوا معنا. السواري دائما طبقنا كما كنعطيكم السواري في هذه الخدمه هذه او في خدمه اخرى، راه الحمد لله بالنسبه للبيطون راه كيجي دائما بحال بحال. تابعوا معنا نعطيكم بعض اللقطات هنايا كما كتابعوا معنا، الفولات ديالنا هما معمرين، الفولات ديالنا معمرين هنا في الزيادة، زيادة العصرة وزيادة الستة، عصرة على الستة عندنا هي السيل. بالنسبة لي بوطوس عندنا هنا هاد البوطو هذا فيه 40 على 55 عمارة، راه سبقنا وريكم الحديد ديالو بحق، باقي واحد اخر ان شاء الله باش نشاركو معكم حتى هو، عطيكم المعلومات ديالو شنو فيه الحديد، شنو هز الحديد، الكادر ديالو كيفاش مخدوم، الطريقة باش نخدم حتى هو. نوقفو نشاركو معكم ان شاء الله يا ربي. الناس اللي مهتمين بالبني وكيسولونا دائما وكيعملوا الثقة ديالهم فينا داخل الوطن وخارج الوطن، خصوصا الناس الجالية مساكن اللي بعادين مكيعرفوش على البني ولا شي حاجة كيسولونا، كيعملوا الثقة ديالهم فينا ويسولونا، حنا كنقدمو لكم كنحاولو نديرو مجهود باش نقدمو لكم كل مرة واحد الحاجة اللي كتناسبكم وتناسب جميع المشاهدين ديالنا اللي كيعملوا الثقة ديالهم فينا. ولو ما كان مشاهدين راه ما يكون والو. كنشكر جميع الناس اللي كيتابعوني، خليكم تتابعوا معنا. عمرهم بقينا نسناو غير نساليهم على حسب 3 المتر ديالنا اللي عندنا في النيفو ديالنا. كما هنايا كتابعوا معنا بدينا في البني هنايا، نشدوا هاد الجهه ان شاء الله يا ربي. بدينا في اليازور هنايا مع المية وما خدامين، كنعليو هاد الجهه والدراري اخرين خدامين في الفوال، حنا كنعمروا الفوال ديالنا. هاد الجهه ان شاء الله يا ربي غادي نشدوها باش نضربوا الكوفراج ديال هاد 60 متر مع الطبلة الارض او الضلال الارض ديال هذيك 60 متر اخرى اللي باقا من فوق. حنا نعطيكم الاتجاه ديالها كاملين، البني ديالنا هو هذا كما كتشوفوا معنا. شنو ظهر لكم فيه؟ خلينا شي تعليق تما علي محمد، هو هذا غني على التعريف. الاخوان ديالنا كما كتابعوا معنا كما ورينا لكم لي بوطوز ديالنا هما هادو، الحمد لله هما معمرين، عمرنا هاد الجهه هذه على برا، تما كتشوفوا معنا السواري ديالنا كيفاش كيخرجوا دائما
الخدمة عندنا راه هي هي في مبسي سكاجر الخدمة ديالنا الحمد لله راه ماشي مختلفة. ها الكفراج ديالنا هو هذا كتشوفوا الفوار مدور على جوج جهات هو مقلص ان شاء الله على الضلا كما كتبعنا هو عمرناه هاد الجهة عمرناها عندنا هاد السارية الوسطية هادي عندنا جوج سواري في الوسط هنايا 40 على 55 حتى هي دابا نشتركوها معاكم ان شاء الله ملي نفتحوها نفسخو لها اللوح الفوال هو هذا هو معمر ها الاخوان ديالنا كما قلنا لكم هاد 60 متر هي هادي اللي باقا لنا هنا ان شاء الله يا ربي حتى هي غنضربوا لها الطبله ديالها او الضاله ديالها معاه باقي لنا هنا نضربوا واحد السميلات هنايا السميله في لونس نضربوا لي بوتوز ديالنا الكرارج وغادي نجلسوا مع الضاله هادي ان شاء الله يا ربي نجيبوها مع الضاله هذا بالنسبه للكاب الاولي كما عطيناكم حنا غادي نضاو باللكاب هنا عندنا العلو تقريبا واحد 7 متر هاد الخوي هنا كنديروه هنا باش كنخوي بها البيطون غنعطيكم صورة من هنا من الجهة الفوقانية عاود كيفاش كيظهر هادشي هذا الحمد لله كنحاول نشتركوا معكم أي حاجة درناها كنشتركوها معكم ها واحد كيقول لكم الله يعاونكم الله يعاوننا ويعاون جميع المسلمين يا رب العالمين أي واحد اللي فشي دومي الله يعاونو حتى اللي ما خدامش او جالس الله يعاونو حتى هو صبر تقعود او نتمنوا من الله كل شيء يكون مزيان كل شيء خدام كل شيء الاخوان ديالنا كما شفتوا عطيناكم الفيديو جميع المعلومات اللي عطيناكم الحمد لله دابا وصلنا مرحله نهايه الفيديو كنتمنى من الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا كنتمنى من الله الخير كما قلنا لكم جميع المسلمين رب العالمين جميع الناس اللي كيتابعونا داخل الوطن وخارج الوطن كنشكر جميع الناس وتهلاو لي فراسكم عملوا لايكات اللي باقي ما اشترك تابونا معنا الله يخليكم شكرا